طار ولا بيحس بأمان في بيته. إن شاء الله بكرة حاج أحمد يكون عندي أخبار كويسة ليك. الحاج عادل من كفر الشيخ، تفضل يا حاج عادل. ازيك يا باشا، ازي ما على حضرتك. أهلا بيك يا حاج عادل. الله يخليك. والله أنا ليا طلب، أنا كنت كلمت حضرتك على الري المطور والصرف اللي هو إيه؟ الصرف المغطي. أيوه. فدلوقتي أنا عندي جيراني من، أنا شاري الأرض ديت من 94 يا باشا. أيوه. فالأرض دي تابعة لحوض علام جمعية زيدان مركز الحمول. تمام. كفر الشيخ. حوض علام. طبعا الحوض علام. علام جمعية زيدان. جمعية زيدان. مركز الحمول. في الحمول، أيوه. اه تمام. دلوقتي جيراني دلوقتي من 94 وانا شاري الارض ديت بيزهقوني، انا ليا مكنه بيبطلوها، ادور حضرتك وانجل يبطلوها، او استلم الميه على دماغ الحوال بتاع ارضي على مطلع اضير نفسي لهم مبطلين. ايه يا جماعه، اقول لك السرت قطع، لا ده التبريد قطع، ده مش عارف يعني بيزهقوني. زائد على كده كمل يا حاج، انا سامعك وسيبك من التلفزيون، انا سامعك، وطي التلفزيون واسمع. زائد على كده معاليك، منزلين صرف ست منازل، ست شقق في الصرف والري، في الصرف عندي وفي الري، في قناية الري وفي الصرف وبالاقراء. بقول لك لو جه حتى السيسي نفسه الصرف ده مش هينشال. ما ممكن كل واحد يقول اللي على مزاجه. احنا دلوقتي بقى عايزين نتكلم بموضوعيه في المشكله دي. دي كلها خلافات ما بينك وما بين جيرانك، يعني انت لا عندك مشكله في الري ولا في الصرف، هي المشكله كلها في الجيران، بتقول بيضايقوني وبيزهقوني، هو ده اللي انت بتقوله. طيب طلبك ايه دلوقتي؟ طلب انا دلوقتي قمت بمركز الحمول، عملت محضر معاينه، ودلوقتي متحول المحضر اداري واخد ستة يا حاج عادل. يا حاج عادل، أيوة. طلبك من البرنامج ايه؟ طلبي ان انا جبت المدير الجمعية، طلبي ان انا مشرف الجمعية جاي عمل معاينة، بيقول لي الصرف ده اللي نازل في الري ده اللي هو صرف البيوت ده من خصائص شؤون البيئة مش من خصائص الزراعة. قلت له ازاي؟ لما تحولني لشؤون البيئة. المهم عمل المعاينة ومشى، معرفش لسه المعاينة كان عاملها النهاردة الساعة 11 صباحا، فمعرفش دلوقتي هو ايه اللي تم. وبعدين انا دلوقتي معليك ان انا بنزل اسد في الصرف حوال واطلع، اطلع اهرش من الميكروبات اللي في الميه وفي المي وفي الري برضه اسد حوال، يعني معنى كده ان الصرف معدي بالاقراء من عليا من الري ومن الصرف. بقولك يا حاج، اتفضل يا باشا. تقدر تروح للمهندس محمد عبد الله بكره؟ انا اتصلت بيه اللي هو وكيل وزاره كفر الشيخ، فقال لي بعد المعاينه هتهالي، لو ما عجبتكش المعاينه هنريحك ان شاء الله ونمشي لك طلب. تقدر تروح له بكره؟ اروح له بكره حضرتك، بس هو المعاينه المهندس قال لي تاخدها بعد بكره. يا حاج انا بسالك سؤال، بعد اذنك روح له بكره، وانت هتاخد رقم من الاعداد، بحيث او لو يعني لو انت كنت عنده قبل وقت البرنامج كلمني، عشان انا عايز برضه هستفسر منه وهشوف المعاينه اخبارها ايه، ونشوف ايه موضوع بيزهقوني دي. يعني دلوقتي دي خلافات ما بينكم وما بين بعض، انا بتكلم دلوقتي عندي تعديات اتعمل لها محضر ولا لا، عندي ناس بتصرف في الترع صرف صحي اتعمل لها محضر ولا لا، وبنتعامل معاها ازاي، ده انا عارف، عايز اعرف المهندس محمد عبد الله. فانت وتبقى موجود عنده علشان تبقى انت شايف وعارف ايه اللي بيحصل، علشان يبقى في شفافيه ومشكلتك بتتحل. عشان لو الناس دي هي اللي ليها حق انا هطلع هقول كده برضه، ولو انت ليك حق هطلع وهتكلم وهطالب ان حقك يجي لك، وان انت تبقى مستقر في ارضك. وبعدين انا يعني المفروض ان احنا بنتعلم من الريف المصري الاخلاق الحلوه والاخلاق الجميله، يعني الجيران كانوا المفروض بيساعدوا بعض وبينزلوا يشتغلوا في اراضيهم سوا، بيساعدوا بعض في الري، لو في مشكله يحلوها، يروحوا لمدير الجمعيه يقعدوا معاه، ما وصلناش للدرجه دي.